بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة التانية لينا، الدكتورة جان سليمان معاكم. تاني محاضرة لينا في الهيماتولوجي مديول كهيستولوجي، البلاد بليتلتس او ثرومبوسايتس. بلاد بليتلتس ثرومبوسايتس دي الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها. البلاد بليتلتس يعني الصفائح الدموية. هناخد ايه الاوريجين بتاعها، الديامتر، النمبر بتاعها ايه، اللايف سبان بتعيش قد ايه، المفروض الحاجات دي كلها نعرفها. الاستراكشر ده اهم حاجه كهيستولوجي باللايت مايكروسكوب والالكترو مايكروسكوب. تمام، يبقى عنوان محاضرتنا النهارده بلاد بليتلتس اور ثرومبوسايتس. اوكي، البلاد بليتلتس دي نون نيوكليتد سيتوبلازميك فراجمنتس. سيتوبلازميك فراجمنتس بقى ما فيهاش اي جزء من النواه، نون نيوكليتد سيتوبلازميك. يبقى تعريف البلاد بليتلتس اور ثرومبوسايتس كهيستولوجي عندنا بنتكلم، احنا عندنا احنا هيستولوجي يعني ستراكشر، يبقى احنا بنتكلم على ايه، على خليه لقيناها مش خلية حقيقية، ما لقينالهاش نيوكلس، فلقيناه عبارة عن حتت من خلية. طب قعدوا يدوروا حتت جاية من أنهي خلية، لقوا خلية كبيرة جاينت سيل موجودة في البون مارو النخاع، لقوها اسمها ميجا كاريوسايت. ميجا يعني ايه؟ انتوا عارفين طبعا كلمة ميجا دي، أي حاجة كبيرة يقولوا عليها ميجا، آيس كريم ميجا، أي حاجة كبيرة يقولوا عليها كلمة ميجا. ميجا طب كاريو عندنا احنا خدناها في الهيستولوجي كاريو تايبنج، وكاريو كاريو يعني نيوكلس باللاتين، يبقى انا عندي ميجا يعني كبير، وكاريو النواة، مادة النواة، سايت يعني خلية، يبقى خلية ذات النواة كبيرة. النواة كبيرة حصل انقسامات والنواة ما انفصلتش عن بعض، يعني المفروض ان النواة انقسمت تبقى اتنين، تبقى أربعة، تبقى ما حصلش. ده حصل إيه؟ حصل دبليكيشن في الكروموسومز، يعني بدل ما كان 46 بقت 92 من غير ما ينفصلوا عن بعض، ففضلت النواة ديت ب 92 كروموسوم، فسموها ميجا كاريوسايت. يبقى الميجا كاريوسايت ديت إيه؟ الأوريجين بتاع البلاد بليكس. تمام؟ طيب ده بسرعة كده عملية الايه التكوين بتاع البلاد بليكس. جاية من خلية في البون مارو اسمها مايلويد ستيم سيل. الخلية دي ادت ميجا كاريو بلاست، دي مرحلة قبل السايت، في وجود هرمون اسمه ثرومبوبيوتين. ثرومبوبيوتين ثرومبوبيوتين هرمون جاي من الكدني والليفر، هو اللي عمل ستيموليشن للستيم سيل ان هي تدي ميجا كاريو بلاست. وشويه الميجا كاريو بلاست ادت الميجا كاريوسايت. طيب وصلنا الميجا كاريوسايت اللي هي حصل فيها انقسامات من غير انفصال للانويه. شايفين النواه لوبيوليتد ازاي؟ وليها بقى ايه؟ اذرع كده طالعه منها، اكستنشن، سيلولار اكستنشن. طب ليه السيلولار اكستنشن؟ بدأ الاماكن من السيتوبلازم وفيها كل حاجه موجوده عند الميجا كاريوسايت في السيتوبلازم ما عدا النواه وجولجي ابريتس، ما عدا النواه وجولجي، ما فيهاش لا جزء من النواه ولا جزء من جولجي. وقامت جايه الاكستنشنز ديت متقطع منها، مقطعه من جسمها بكل كونتنت فيها حتت كده اوفال ان شيب اسمها بلاد بليتلتس. تمام، ده شكل الميجا كاريوسايتس بالالكترون ميكروسكوب، وهي مليانه جرانيولز، مليانه جرانيولز، وشايفين النواه بتاعتها بتبقى كبيره ولوبيوليت. ده الكترون ترانسميشن الكترون ميكروسكوب. تمام، المنظر ده ان احنا بدأنا بنواة وجرانيولز وسيتوبلازميك اورجانيلز، وبعدين بدأ مايكرو تيوبيولز اري عملت تقطيع لجرانيولز
لسيل بروسيسز كده، يعني شايفين زي أشعة الشمس، وبدأت تقسم مقسمة جسم الخلية بتاع الميجا كاريوسايت، وكل كومبارتمنت فيه جزء أورجانيلز وشوية جرانيولز. وبعدين قام جاية طالعة زي الأقدام كده، سودوبودز فورميشن، واخدة كل الكونتنت بتاع السيتوبلازم بتاع الخلية ما عدا النواة. تمام خلاص، بقت دي السيل بروسيسز اهيت، مليانة كل حاجة، كل الأورجانيلز والإنكلوجنز اللي موجودة في الميجا كاريوسايت، وقامت متقطعة ومدية البلاد ايه بليت. تمام، جم يشوفوا بقى لو الفراجمنتس دي اللي سموها بلاد بليتلتس او ثرومبوسايتس، ليه اسمها ثرومبوسايتس؟ عشان هي اللي بتعمل الثرومبس اللي بتوقف النزيف، يبقى الصفائح الدمويه اسمها ثرومبوسايتس برضو علشان هي بتوقف النزيف. تمام، طيب الديامتر لقوها صغيره قوي، 2 ل 4 مايكرو، 2 ل 4 مايكرو. تمام، صغيره جدا، بس النمبر بتاعها بالايه بالثوزن، من 150 ألف ل 400 ألف، مش بالملايين زي خلايا الدم الحمراء، من 150 ألف ل 400 ألف بير كيوبيك مليمتر اوف بلاد. اللايف سبان ليه بقى هي التانية بالملايين؟ التانية بتعيش 120 يوم، فطبيعي هتتراكم، هتبقى بالملايين. اما دي اللايف سبان بتاعتها من 5 ل 10 ايام، يعني العمر بتاعها من 5 ل 10 ايام بس، فعشان كده هي بالايه بالثوزن. تمام، الاستراكشر بقى بتاعها لما نيجي ندرسها بلايت ميكروسكوب والكترون ميكروسكوب، احنا هيستولوجي هنبص نلاقي كل واحده منهم بنلاقيها اوفويد، يعني اوفال ان شيب، وما فيهاش نيوكلاس، نان نيوكليتد ماس من سيتوبلازم متحوط بسيل ممبرين، ولقوا سيل ممبرين عليه سيل كوت. عارفين احنا طبعا كلمة سيل كوت، يبقى انا سيل ممبرين وفوقيه سيل كوت، وجواهم سيتوبلازم مليان اورجانيلز وانكلوجن، بس ما لقوش فيه نيوكلاس. تمام، طب مسكوا شكل الاوفال ان شيب بقى، المنظر اللي انتوا شايفينه ده، تلاقي فيه نقطه في النص، تقولوا دي نواه دي ولا ايه؟ لا طبعا، ده اسمه الجزء الغامق اللي في النص اسمه جرانيولومير، وجزء البهتان اللي محاوطه تحت السلمبرين اسمه هيالومير. يبقى انا عندي بريفرال بيل بلو ترانسبيرنت زون، بريفرال وبيل وبلو، بي بي بي، ثلاثة بي، بريفرال وبيل وبلو ترانسبيرنت زون، سموه هيالومير عشان هو ترانسبيرنت، هيالاين يعني حاجة ترانسبيرنت باللاتين، يبقى هيالومير. ولقوا سنترال وجرانيولر بيربل زون، سموه جرانيولومير عشان هو جرانيولر، يبقى سنترال جرانيولر بيربل زون كولد جرانيولومير، دي البلاد بليتلز. خلاص عرفنا الاستراكشر ده بالايه باللايت ميكروسكوب، مصبوغه بايه دي يا ولية؟ ايه اللي احنا قاعدين نقوله ده؟ وبقول مصبوغه بايه؟ مصبوغه بالشمس او الليشمانستين، لان احنا هنا في بلاد فيلم برضو، زي ما قلنا في المحاضره الاولى لو انتوا فاكرين، ان صبغه البلاد فيلم بالشمس اور الليشمانستين. فهو دلوقتي احنا عندنا الهيالومير وجرانيولومير الالوان دي بناء على الليش جيمس ستين. اهو الصوره دي الابيض واسود مبينه ان احنا ادي السيل ممبرين اللي بره، وبعدين في النص بنلاقي حاجه محببه كده اسمها جرانيولومير، وما بين الجزء المحبب اللي في النص ده والسيل ممبرين حاجه بهتانه وترانسبيرنت اسمها هيالومير، يبقى الهيالومير اوتر والجرانيولومير سنترال. اي حاجه ملونينها يبقى نقول تاني، ده الالكترو مايكروسكوب، البليتلتس ار سراوندد بسيل ممبرين كفرد باي سيل كوت. اي حاجه كاتبينها بالالوان او حاطين تحتها خط، ده موضوع سؤال امتحان في كل محاضراتي،
اي حاجة تحتها خط او متلونة او معمولة بول، تعرفوا ان ده موضع سؤال امتحان. تمام، يبقى البلاد بليتلس لها سلقوت ولا ملهاش؟ لها سلقوت، اصله مهم جدا في الوظيفة بتاعتها. تمام، تحت السلم برين على طول بنلاقي ترانسبيرنت اريا اسمها هيالومير. الهيالومير ده تبقى البريفرال زي ما احنا قلنا في السلايد اللي قبل كده، بريفرال بيل بلو ترانسبيرنت زون، بيتكون فيه فور ايتمز. اول حاجة حاجة اسمها اوبن كانت، يتحفظوا اربع حاجات في الهيالومير واربع حاجات في الجرانيولومير يتحفظوا. الهيالومير في اربع حاجات، ده ممكن يبقى موضع سؤال امتحان يجي لك ايه في الالتر شورت. عندك الاربع حاجات في الهيالومير، اول واحده اوبن كاناليكولار سيستم، دي بتبقى عباره عن فيزيكلز. الفيزيكلز ديت ليه بنقول عليه اوبن وكاناليكولار؟ يبقى عاملين فيه كانال ما بين الفيزيكل اللي باينه قدامنا دي وما بين البلازما ممبرين، فقالوا عليها ده انفاجينيشنز في البلازما ممبرين. طب ايه فايدتها؟ بتعمل فاسيليتيتنج ليبريشن اوف ستورد كونتنت اوف بليتلت، يعني في حاجات بتبقى ستورد جوه البلاد بليتلتس وقت الحاجه او وقت الفانكشن في نزيف ولا حاجه وعايزين نطلع مواد تساعد على عمليه التجلط، فبتطلع عن طريق الاوبن كاناليكولار سيستم. يبقى ايه هو الاوبن كاناليكولار سيستم؟ اول ايتم في الهيالومين عباره عن ايه؟ انفاجينيشن في البلازما ممبرين، وظيفته ايه؟ فاسيليتيتنج الليبريشن اوف ستورد كونتنت ان ذا بلاد بليتلز. طيب تاني حاجه في الهيالومين دنس تيوبولار سيستم، ادي سيستم تاني، الاولاني كان كاناليكولار، التاني دنس تيوبولار. ده بيبقى عباره عن الكترون دنس ريجولار تيوبولز. بعض الكتب كاتبه ان ده بريزنتد جولجي، انا هي ما خدتش لا جولجي ولا خدت النيوكلاس من ميجا كاريوساي، فقالوا دنس تيوبولار سيستم دي بريزنت جولجي في البلاد بليتلز دنس تيوبولار. وهنشوف في الصوره دلوقتي اللي مرسوم. ثالث حاجه في الهيالومير باندل من الميكروتيوبولز، ورابع حاجه فيلامنتس اسمها اكتين ومايوسين. المايكروتيبيوز والاكتين والميوسين هيعملوا السيتوسكيلتون والشيب الاوفويد بتاع البلاد بليتلتس. يبقى البندل من المايكروتيبيولز موجوده تحت السيل ممبرين على طول برر للسيل ممبرين، تعمل انترنال سكيلتون منتين الاوفال شيب اوف بليت، والاكتين والميوسين هتشاركها في الانترنال سكيلتون. بس لا، ده فيلامنت يعني كونتراكتايل، فهتساعد على الموفمنت والاجريجيشن، فكده تساعدها على عملية الايه الفانكشن. تمام يا ولاد، ادي الرسمة بقى، دي الرسمة بتاعة البلاد بليتلتس جايبينها من كتاب القسم بتاعنا. بنبص تلاقي ايه هي اوفويد شيب، ده الكترون ميكروسكوب، فبنلاقي ادي السيل ممبرين هو الخط ده اللي ماشي ده، وبعدين الحاجات المخططة اللي فوقيه ده السلقوت. طيب والانفاجينيشن، ده الانفاجينيشن بتاع السيل ممبرين جواه سيل قوت بينفصل ويبقى ده الاوبن كاناليكولار سيستم. يبقى الاوبن كاناليكولار سيستم الحاجات المدوره اللي جواه حاجات مخططه، المدور اللي ده سيل ممبرين وجواه سيل قوت، يعني خد حته من السيل قوت معاه ودخل بيها جوه السيتوبلازم، بقى اسمها اوبن كاناليكولار سيستم. تمام، طيب تحت السيل ممبرين على طول بنلاقي الميكروتوبولز والفيلامنت سواء اكتين او مايوسين، وعرفنا الفانكشن بتاعها. معاها برضو هنلاقي تيوبيول هتلاقيها لونها غامق الكترون دنس، بنقول عليها دنس تيوبولار سيستم، وقلنا ريبريزنت الجولجي يعني ممكن تساعد في الليبريشن لبعض الحاجات اللي موجوده. في النص بقى دخلنا بعد الاربع حاجات اللي نقيناهم اوبن كاناليكولار سيستم والمايكروتيبيولز والاكتين والمايوسين، ادي كده ثلاثه، والدنس تيوبولار سيستم يبقى كده الاربعه بتوع الهيالومير. دخلنا لقينا جرانيولومير، جرانيولومير في اربع حاجات برضو، الميتوكوندريا
ميتوكوندريا والبروكسيسومز ميتوكوندريا، وبعدين جرانيولز بقى هنقول الفا ولامدا ودلتا جرانيولز، دول واحدة. يبقى انا كده قلت ايه؟ اتنين. والجلايكوجين تلاتة. ده شكلها ايه ايه ميكروسكوب. الاربعة بتوع جرانيولومير هم الميتوكوندريا والبروكسوم والجلايكوجين جرانيولز والايه والدنس جرانيولز اللي هنقول اللي هي الفا ولامدا ودلتا، والرابعة اللي هي عبارة عن فيزيكلز الانفاجينيشن بتاع السين ميمبرين والسيل كور. مش دي كانت واحدة من ضمن اللي هي كانت اوبن كانليكولر سيستم، يبقى دي مشتركة ما بين الهيالومير والجرانيولومير، يبقى موجودة فين؟ في الهيالومير وموجودة برضو في الجرانيولومير. الفيزيكلز اللي هي عبارة عن انفاجينيشن من السيل ميمبرين والسيل كور، تمام. يبقى الأربعة تاني بتوع جرانيولومير ميتوكوندريا وبروكسوم جلايكوجين جرانيولز دنس جرانيولز ميمبرين باوند دنس جرانيولز، وهنقولهم التلاتة دلوقتي. النيومرس فيزيكلز كونتيننج سيل كوت، تمام. ادي الفا جرانيولز دلتا جرانيولز لامدا جرانيولز، دول مين؟ الجرانيولز اللي موجودين في جرانيولومير في السنتر بتاع البلاد بليتس. هنعديهم كده؟ لا، نعرف كونتيننج كل واحد. الالفا جرانيولز جاي كده ايه؟ فهي ازوروفيلك. ايه كلمة ازوروفيليا دي؟ ازوروفيلك دي لما خدنا في الهوست ديفنس كانت في النيتروفيل بنلاقي في الميسيلين بلو بيجي يعمل حاجة اسمها ميسيلين ازيورز، يعني في اختلاط كيميائي كده بيغير طبيعة الميسيلين بلو، وبدل ما هي لونها ازرق بتاخد لون بيربل ان كلر، بيربل ان كلر. فيقولوا عليها ازوروفيلك لان حصل اوكسيديشن، اوكسيديشن للميثيلين بلو بمواد موجوده. فالمواد اللي موجوده هنا عملت اوكسيديشن في الالفا جرانيولز دي وخلتها ازوروفيلك، الفايبرينوجين بلاتلت بليتلت سبيسيفيك بروتينز بليتلت درايفد جروث فاكتورز. يبقى انا عندي دول الثلاث مواد يتحفظوا، دول بتاع الالفا او الازوروفيلك جرانيولز. ازاي الالفا بقت ازوروفيلك؟ دي بادئه بايه ودي بادئه بايه؟ يبقى الالفا هي الازوروفيلك. وليه هي بقت ازوروفيلك؟ ده عمليه اوكسيديشن حصلت للميثيلين بلو، حصلت بايه؟ بالمواد اللي موجوده فيها الفايبرينوجين والبليتلت درايفد جروث فاكتورز والبليتلت سبيسيفيك بروتين. طيب الدلتا بقى جرانيولز بادئه بدي، هنقول في هي دنس بودز، دنس بودز. طب هي موجود ليه دنس بودز؟ فيها كالسيوم، حاجه دنس اهي، وفيها هرمونز ايبينفرين اند سيروتونين، وفيها مواد مولده للطاقه الاي دي بي والاي تي بي، ما لازم تبقى دنس. يبقى الدلتا جرانيولز هي دنس بودز، تبقى دنس مليانه كالسيوم هرمونز ايبينفرين اند سيروتونين، حاجات تقيله اي دي بي اند اي تي بي، تمام. يبقى ده تاني نوع من الجرانيولز اللي موجوده فين؟ في الجرانيولومير اوف بلاد. اخر واحده في الجرانيولز بتوع الجرانيولومير اوف بلاد بليتس اسمها لامدا جرانيولز، البي سايلنت بنقول لامدا، لامدا جرانيولز. بنلاقي فيها هي بادئه بال لايزوزومال انزايمز، يبقى لامدا جرانيولز فيها ايه يا ولاد؟ فيها لايزوزومال انزايمز. بس ايه هي اللايزوزومال انزايمز اللي موجوده؟ حاجات كتير، مش شرط ان انتوا تعرفوها بالتفصيل، تمام. دي الريفرنس بتاعتنا النهارده، الموضوع كان خفيف جدا، فاحنا ايه يا دوب الاسئله عليها هي ان تمتحنوا نفسكم وتشوفوا السيروتونين ده موجود في انهي واحده من التلاتة، ألفا ولا دلتا ولا لامدا، تمام. وبعدين نشوف الهيالومير أحسن ديسكريبشن ليه إيه، نمتحن نفسنا كده. وبرضو عرفتوا الكونتاكت بيبقى إزاي، وأشوفكم على خير في المحاضرة التالتة إن شاء الله، دي تاني محاضرة لينا. شكرا جزيلا، سلام عليكم.